تتوقع هيئة الأرصاد الجوية إن النهاردة يكون طقس مائل للبرودة في الليل وكمان في فترة الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى الشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور منار صباح الفل، أخبار الجو النهاردة؟ صباح الفل على حضرتك أستاذ رجائي، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا طبعا اليوم هنشهد استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، اعتدال في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية خاصة في فترات النهار، وده اللي هيشعرنا بالاستقرار في الأحوال الجوية. قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار ستعتبر حول المعدل الطبيعي أو أعلى من المعدل بحوالي درجة، لأن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن هي تكون 29 درجة مئوية. ما زالت مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط من جنوب أوروبا، لكن هنلاحظ فترات النهار في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وده هيخلينا نحس في وقت الظهيرة بالأجواء المائلة للحرارة الخريفية في معظم المحافظات الشمالية من سواحلنا الشمالية للوجه البحري حتى محافظات شمال الصعيد. أجواء حارة في محافظات جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء، ده هيكون في فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع وجود أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ورفضنا فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون ملحوظ أكثر فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. الأوقات دي قيمة درجة الحرارة الصغرى تنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ. الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، هلياها كمان في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة بشكل كبير، أو حتى المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي زي محافظات شمال الصعيد. صغرى فترة الليل بتنخفض أحيانا ل 15 و 14 درجة مئوية، في فرق كبير في قيم درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، وفرق في الإحساس كمان، يعني مع وجود أشعة الشمس في دفء مع غياب أشعة الشمس في برودة. ولازم ناخد بالنا من فروق قيم درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل. وطبعا مع الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية. عندنا شبورة مائية خفيفة فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي أيضا شبورة مائية خفيفة تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، مش هتأثر تماما على حركة المرور. ومع فترة المساء وساعات الليل هيكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة. وجود نشاط رياح في فترات المساء يساعد على تلطيف الأجواء ويساعد ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره. يمكن الاجواء الخريفيه المستقره دي متوقع ان هي تكمل معانا لحد يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، ما فيش اختلاف كبير في قيم درجات الحراره. هتظل عظمى على القاهره الكبرى من 28 ل 29 درجه مئويه خلال فتره النهار، لكن مع نهايات هذا الاسبوع ان شاء الله متوقع ان احنا نتاثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فتبدا معانا فرص لسقوط الامطار، ويكون كمان في انخفاض قيم درجات الحراره هيكون ملحوظ فتره النهار وفترات الليل. ده بعد يوم الاربعاء يا دكتوره؟ بعد يوم الاربعاء مع نهايات الاسبوع ومطلع الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. فعلى مدار هذا الاسبوع هيكون اسبوع مستقر، بس لازم ناخد بالنا من فروق قيم درجات الحراره والنوعيات الملابس. ناكد تاني على كل الساده المواطنين، مهم جدا خلال فترة الصباح الباكر الطلبة وهم رايحين المدارس، احنا واحنا رايحين اشغلنا فترات الصباح الباكر او حتى لو هنرجع فترات الليل المتأخر، الملابس لازم تكون ملابس خريفية. نتخلى تماما عن الملابس الصيفية، نتقل شوية عن الملابس الصيفية، معانا جاكيت واحنا خارجين، شال جاكيت نوبة لنزلات البرد، لان فترات الليل هتظل فيها البرودة قائمة يمكن لحد يمكن احنا بنقترب خلاص من نص تاني من فصل الخريف، الاجواء بتبقى اقرب للاجواء الشتوية. فما فيش تاني ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، فبالتالي الاجواء الباردة هتظل معانا فترات. عظيم خد بالنا من نوعية الملابس تجنبا لنزلات البرد. القيادة طبعا تكون بهدوء في فترة الصباح الباكر مع وجود الشبورة المائية، ولازم نستمر طبعا في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية لان احنا في الخليج. اكيد اكيد، اشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية، اشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي خلونا بقى نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في محافظات ومدن مصر، جمهورية مصر العربية. نبدأ بالقاهرة العظمى فيها 29، الصغرى فيها 18، العاصمة الإدارية العظمى فيها 29، الصغرى فيها 17، الإسكندرية العظمى فيها 27 والصغرى هتكون 20، أما العالمين العظمى فيها هتكون 27، الصغرى 20، مطروح العظمى فيها 27
والصغرى فيها 21 دمياط، العظمى فيها 27 والصغرى 21. بور سعيد العظمى فيها 27 والصغرى 23. أما الإسماعيلية العظمى فيها هتكون 30 والصغرى 17. السويس العظمى فيها 30 والصغرى 19. العريش 28 15. كاترين 23 4. أما طابة العظمى فيها هتكون 27 والصغرى 16. حلايب العظمى فيها 30 والصغرى 22. أما الشلاتين العظمى فيها هتكون 32 والصغرى 23. شرم الشيخ العظمى فيها هتكون 31 والصغرى 22. الغردقة العظمى فيها 32 أما الصغرى هتكون 20. محافظة الفيوم العظمى فيها هتكون 29 والصغرى 15. بني سويف العظمى فيها 29 الصغرى فيها 15. الوادي الجديد العظمى فيها 30 والصغرى فيها 15. أما أسيوط العظمى فيها هتكون 29 والصغرى 14. سوهاج العظمى فيها 30 والصغرى 15. قنا العظمى فيها 32 والصغرى 15. الأقصر العظمى فيها 32 والصغرى 16. أما أسوان العظمى فيها هتكون 33 والصغرى هتكون 18. مشاهدينا لسه مكملين طبعا معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة مجددا إلى مصطفى ومنا فإليكما. شكرا لك يا رجاء. شكرا جزيلا.